في مسابقة المشروع الوطني للقراءة في العام الثالث من هذه المسابقة، تم إعلان حصول الطالب أيمن عاطف والطالب في كلية طب الأسنان جامعة المنصورة على المركز الأول بمسابقة القارئ الماسي. المسابقة دي بتدعمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبتدعمها أيضا مؤسسة البحث العلمي الإماراتية بهدف تنمية الوعي بأهمية القراءة لدى الطلاب. معانا على التليفون أيمن عاطف، الطالب بكلية طب الأسنان بجامعة المنصورة. صباح الخير عليك يا دكتور أيمن. صباح النور على حضرتك وعلى كل المشاهدين. أهلا بيك. طبيعة المسابقة إيه بقى؟ المنافسة اشتملت على إيه؟ إحنا بقالنا كتير قوي الناس ما بنسمعش إنها قارئة نهمة برغم الإقبال اللي إحنا بنشوفه على معارض الكتب، لكن مش عارفة بقى الناس بتشتري كتب وبتقراها فعلا، ولا الناس بتشتري كتب علشان التظاهرة الثقافية اللي بيبقى شكلها حلو دي؟ يعني لا، أنا شفت في المسابقة أعداد كبيرة فعلا، الموضوع مبشر جدا. هي المسابقة فيها 4 فئات، فئة للطالب المثقف دي لطلبة المدارس والمعاهد الأزهرية، وفئة القارئ الماسي دي لطلبة الجامعات، وفئة للمعلم المثقف لأساتذتنا في التربية والتعليم أو في قطاع المعهد الأزهري، وفئة للمؤسسة التنويرية. بالنسبة للفئات الثلاثة الأولى، المتسابق بيلخص 30 كتاب على مدار 10 شهور، بيقراهم ويلخصهم ويجهزهم، وبعد كده بيدخل التصفيات على 3 مراحل، وبيتناقش في الكتب، وبعد كده مناقشه كل ما تتاهل من مرحله لمرحله. المناقشه بتكون اوسع من 30 كتاب في الثقافه بشكل عام وفي شخصيتك الى اخره. طب ال 30 كتاب دول كم كتاب منهم اشتريتهم وكم كتاب منهم نزلتهم داونلود من على الانترنت كانوا يعني كتاب ديجيتال؟ اعتقد 50 50، 15 منهم معايا ورقي وال 15 التانيين متاحين اونلاين. وانت بتحب ايه، القراءه على شاشات الكمبيوتر، القراءه الديجيتال ولا القراءه الورقيه؟ انا بحب الورقيه، بس لو كل كتاب حبيته واشتريته ورقي فلوس الدنيا كلها مش هتكفي. فيعني القراءه الديجيتال بتساعد كتير اني الاقي كتاب مش موجود، الاقي كتاب سعره مش الطف حاجه، وهكذا يعني. ايوه. طيب 30 كتاب في 10 شهور، يعني متوسط في الشهر حوالي 3 كتب. يا دكتور، الفكرة بقى في أن أنت بتجد الوقت لقراءة 3 كتب، طبعا مختلفة التخصصات، طبعا مختلفة عدد الصفحات، وفي نفس الوقت بتلاقي وقت لطب الأسنان اللي هي مش سهلة أبدا. أيوة، هو الموضوع مش سهل، بس يعني أنا تعودت من صغري أنه القراءة مش حاجة أكسترا فوق الوقت، ولا حاجة بعملها لما أكون فاضي، حاجة من صلب شخصيتي. فأنا من صغري وأنا باني يومي على أنه ليه جزء القراءة وفيه جزء للدراسة. الموضوع يمكن كان متعب شوية، خصوصا أنه أسنان كلية عملية ومرهقة، بس أنا بحب القراءة وبحب أسنان، ويعني الحبين مع بعض بيساعدوني أنظم وقت كفاية أني أمشي في القراءة. طب بصفتك يا دكتور القارئ الماسي لهذا العام، التخصصات اللي قريت فيها إيه؟ 30 كتاب، مش هكلمك على 30 كتاب، هكلمك على كل التخصصات اللي قريتها عموما، يعني بتركز على ايه تحديدا؟ انا بركز اكثر على المجالات البعيده شويه عن المجالات العلميه اللي انا بدرسها. كويس. بحيث يعني اغطي كل حاجه، يعني بقرا اكثر في الفلسفه، في السياسه، في الاديان، تاريخ، المجالات دي. حلو قوي. وافضل حاجه قريتها كانت ايه؟ يعني من الكتاب اللي ترشحه لمشاهدي صباح الخير يا مصر، او عدد من الكتب، يعني اذكر لنا كذا كتاب ترشحه. أول كتاب على طول بيجي في بالي كتاب أم كلثوم وسنوات المجهود الحربي للباحث كريم جمال، اللي فاز السنة دي بجائزة الدولة التشجيعية. الكتاب يمكن ضخم شوية، بس ما أعتقدش إن قرأت السنة دي شيء يقاربه حتى في الحلاوة. كتاب دقيق جدا وموضوعي جدا وشاعري جدا، بيتكلم يعني عن الدعم الحربي. تمام، صحيح. إيه تاني؟ في كمان كتاب يمكن قديم شوية للدكتور غالي شكري، نقد أدبي، اسمه الثورة والثورة المضادة في مصر. أعتقد أنه من الكتب المؤسسة لأي حد حابب يقرأ في تاريخ مصر الحديث والمعاصر، وأي حد حابب يقرأ في أي حاجة، ما ينفعش يفوت خالص خالص شغل الدكتور غالي شكري. وده ينطبق كمان يعني على أسامي كتير من أكاديميين الكبار، دكتور رؤوف عباس، دكتور لطيفة سالم، دكتور عاصم الدسوقي. لسه طويلة حقيقي، يعني الواحد بيكون فخور أنه بيقرأ للناس دول، وأن هم من نفس البلد وبينتمي لهم نفس الانتماء وهكذا. كتابك المفضل ايه يا دكتور؟ يعني الكتاب اللي بتقراه وبعدين شويه تسيبه وترجع تشتاق له تاني فترجع تقراه تاني، روايه ولا كتاب معين ولا ايه؟ الايام للدكتور طه حسين. انا اعتقد ان انا ممكن قريت الكتاب ده في حياتي فوق ال 20 مره مثلا، وممكن في فصول منها انا احفظها حفظ من اول كلمه لاخر كلمه.
طب والكتب التاريخية والسياسية، ودي برضو يعني عشق كبير بالنسبة لي، أفضل الكتب اللي أنت قريتها إيه؟ يعني ده سؤال صعب، الموضوع كبير قوي. الحلو يعني اللي تتذكره دلوقتي كده وإحنا بنتكلم. يعني ممكن زي ما قلت لحضرتك كتب دكتور رؤوف عباس، أنا بحب جدا شغل دكتور رؤوف عباس الله يرحمه بشكل شخصي. من أبرزها؟ شغل دكتور خالد فهمي، شغل دكتور لطفي محمد سالم، دكتور عاصم الدسوقي، يعني طبقه الاكاديميين المصريين اللي جم من الخمسينيات فما بعد، يعني اعتقد ان شغلهم مشرف جدا لمصر. انت تاريخ حديث يعني مركز على القصه دي، مش بتوصل للتاريخ الاسلامي او الفرعوني ولا انت؟ لا انا بحب اكتر التاريخ الحديث، يعني هي ميول اكتر. افضلهم ايه؟ طيب رشح لنا كده كم حاجه للمشاهدين اللي بيسمعون. مش كتير بنلتقي بحد حصل على لقب القارئ الماسي، اعتقد دي مناسبه كويسه علشان نعرف اسماء الكتب واحنا داخلين على معرض الكتاب. يعني في اعتقد كتاب لدكتور لطيف احمد سالم اسمه الحكم المصري في بلاد الشام. يعني كتاب مش مكرر ومش شبه حاجه، كتاب حلو جدا جدا جدا. في كتاب يمكن مش تاريخي بشكل مباشر اللي هي مذكرات دكتور رؤوف عباس مشيناها خطى، يعني هو تاريخه الشخصي هو وتاريخ مصر من خلال حد عظيم زيه. في كمان كتاب بحبه جدا زي ما قلت كتاب دكتور غالي شوقي، كتب مفضله جدا جدا. في كمان كتاب عن نشأة القوميه المصريه لمحمد صبري السربوني، كتاب يمكن قديم شويه واسلوبه يمكن مش الناس ممكن ما تستسيغوش قوي في اول لحظه، بس هو يعني رغم انه عدى عليه فوق ال 200 سنه في كتابته حقيقي كتاب من اروع ما يكون. طيب عندنا في العاميه المصريه دايما كده بنقول جمل الصاحب ساحب، صحابك وصحبتك واصدقائك يعني الموجودين المحيطين بيك دكتور ايمن عندهم نفس النهم للقراءه؟ صحابك عندكم خروجه مثلا ممكن تبقوا قاعدين بتتناقشوا في حاجه، ولا لا ده وقت تاني ظريف خفيف بنتناقش في حاجات مختلفه عن الحاجات اللي قراتها، وقد يكون البعض من اصدقائك بيقرا والبعض لا؟ لا هو انا يعني طول عمري بنيت دوائري في صداقه حوالين القرايه، فغصب عني اي خروجه في اي وقت مع اي حد من اصحابي هتتحول لخناق حوالين الكتب، سواء من زمان من ايام ما كانت يعني اول صديقه ليا وانا صغير اختي الكبيره ايمان، لحد مثلا من يومين ثلاثه فاتوا كنت مع صديقي العزيز مينا مبارك، في اي وقت مع اي حد انا بتكلم في الكتب. طب وليه انت يعني في قراءاتك بعيد عن الطب؟ يعني انت قلت لي جمله حلوه جدا، انا بدرس طب ولكن قراءاتي في التاريخ في السياسه اكتر حاجه، تفسر ده بايه؟ يعني بحاول اكمل نفسي لانه في مجال الطب او في المجالات العلميه عموما انا بدرس ده وملم بيه على الاقل في المجال الاكاديمي في الدراسه في الابحاث في الاخر، فانا حابب ابقى يعني شامل لكل مجالات المعرفه، اقدر لما اسمع حاجه افهمها، لما اقرا حاجه اقدر احللها، فبروح للجانب البعيد شويه عن دراستي سواء جانب الاديان باعتباري مش في ازهر او جانب الفلسفه وعلوم اللغه الى اخره، هي الحاجات البعيده عن تخصصي باعتباري كنت علمي او انا في طب دلوقتي. طيب في اشكال مختلفه دلوقتي من الكتب، احنا مش بنعتمد بس على الكتب المقروءه او على الكتب اللي هي الورقيه او على الكتب البي دي اف، احنا عارفين بقى ان في كتب المسجله اللي بتقرا باصوات الاخرين، وعارفين ان يوتيوب برضو بيوفر الخدمه دي وبيقدمها بشكل مصور، بتحب اكتر حاجه ايه فيهم؟ وهل ممكن تلجا الى انك تاخد الكتب اللي هي بتبقى ملخصه؟ يعني احنا بنشوف ناس كتير قوي بتعرض كتب ملخصه تلخيص للكتاب تحكي لك الحكايه بتاعت الكتاب، ولا انت عايز بقى تقرا كل تفصيله وفي الكتاب الورقي بتمسك القلم وتخطط، ولا الكتب عندك صفحات بيضاء، ولا الامور ماشيه عندك ازاي؟ لا مفيش تخطيط خالص، لا الكتاب ده مقدس جدا ما ينفعش تشخبط فيه. لكن الكتب المسموعه لو هسمع الكتاب من اوله لاخره ما بقدرش اركز قوي بصراحه، ممكن ايوه تلخيص للكتاب يعرفني عليه وبعد كده هرجع له تاني واقراه كامل ورقي، ممكن بس التلخيص ده يكون ترشيح من حد انا بثق فيه، تلخيص عام للكتاب عشان ابقى عارف انا داخل على ايه، الكتاب يستاهل اقراه ولا ما يستاهلش كده، لكن انا دايما وابدا ما التلخيص ده بيبقى كبير يا دكتور، ما بيبقاش مقدمه فقط، عشان تحصل منه عشان تفهم هو بيحكي عن ايه. بقول لحضرتك التلخيص ده بيبقى كبير مش بيبقى مقدمه فقط، يعني بيبقى وكانه تلخيص للكتاب، لو كتاب كبير بيبقى تلخيصه برضه كبير مش قليل، لا تكتفي بالوجبه دي، بتبقى عايز الوجبه كامله متكامله. الوجبه كامله بكل حرف وكل كلمه. اكيد اكيد. شكرا ليك يا دكتور ايمن،
جزيل الشكر لحضرتك الدكتور أيمن عاطف الحاصل على المركز الأول في مسابقة القارئ الماسي في المشروع الوطني للقراءة، شكرا جزيلا لحضرتك.